المشهد الديمقراطي أهمية تعزيزه إيه؟ يعني إحنا دايما عمالين نقول للناس انزلوا وانتخبوا وحافظوا على صوتكم الانتخابي، إحنا كل المجهود اللي بنعمله ده الهدف منه؟ الهدف طبعا ان نعزز المشاركه السياسيه في الشارع المصري، ده مهم جدا. يحس المواطن المصري ان هو ليه اثر ايجابي في اتخاذ القرار وصنع القرارات في الدوله المصريه. تكوين راي عام يعني برضه من اهم اهداف الاحزاب السياسيه، ان يكون في راي عام موحد ومشترك. طبعا كل حزب سياسي بيكون ليه وجهه نظر معينه بتجتمع على اساسه المجاميع المشتركه في الحزب، وبالتالي بيتم طرح القضايا كمان اللي بتهم الشأن المصري والعمل على توفير سبل لحل هذه القضايا والمشكلات اللي بيطرحها الحزب السياسي. كل ده شيء مهم جدا بتقدم الأحزاب السياسية، المشاركة الفعالة، الدور الإيجابي لمشاركة الشباب ومشاركة المرأة، ده شيء مهم جدا. كل الأمور اللي بيقوم عليها الحزب السياسي هي من أجل إما دعم مؤسسات الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية المصرية، إما على الوجه الآخر بيكون هناك بعض الأحزاب ليها وجهة نظر معارضة أو مختلفة عن السياسات المطبقة داخل الدولة، لكن في نفس الوقت هي مش بعيدة عن المواطنة والوطنية والانتماء للدولة المصرية. في النهاية إحنا بنكون رأي من أجل مصلحة الوطن العليا ومن أجل تفعيل أيضا مصلحة المواطن المصري. قمة الهرم للمشاركة السياسية هو المشاركة الفعالة أو النشطة، وهي السلوك التصويتي، يعني أنزل وأصوت وأدلي بصوتي. لكن في مراحل قبل القمة دي، يعني في مراحل مهمة جدا، فكرة النقاش السياسي، الحوار السياسي، إبداء الرأي، يعني فكرة أنه أدرب أو أعيد مرة أخرى الشباب لحالة السياسة وأنه يبدي رأيه في النقاش السياسي. المراحل دي مهمة جدا وبتتم من خلال حوارات وندوات توعوية كثيرة. إزاي يتم تشكيل هذه المراحل ما قبل قمة الهرم اللي هو النزول والتصويت في صناديق الاقتراع؟ طبعا ده شيء مهم جدا، ان تفعيل المشاركه السياسيه عن طريق الاحزاب ده شيء هام وبتعمل عليه بالفعل الاحزاب السياسيه، لان احنا دوله مؤسسات ودوله بها دستور وبيتم تطبيق كل ما موجود في الدستور المصري، دستور عام 2014. في نفس الوقت احنا بنمر باستحقاقات انتخابيه مختلفه، يعني نحن ننتظر بعد انتخابات الرئاسه هيكون في استحقاقات لانتخابات المحليات ثم الانتخابات البرلمانيه 2025. فكل ده لازم الشباب يكون عنده وعي وعنده ثقه انه يكون احد المشاركين في هذه الانتخابات والاستحقاقات، هيكون ليه دور قوي جدا وفعال. فبالتالي هو تمهيد، يعني كلها مراحل تمهيديه من اجل استكمال الشكل التام النهائي للمراحل الانتخابيه داخل الدوله المصريه. بالنسبه للاحزاب، يعني دائما يعني في هذه الفتره بالذات بيكون في مؤتمرات دائما بتدشن عن طريق الاحزاب لنشر الوعي ما بين الفئات المختلفه في المجتمع المصري. الفئات الشبابيه دي مهمه جدا للمجتمع المصري، الوصول الى ابعد المناطق داخل الدوله المصريه. احنا مش هنهتم بس بالعواصم الكبيره او بالمدن الحضريه، لا، اصبحت الاحزاب لها مقرات وقاعدة حزبية في كثير من الأماكن، في القرى والضواحي والنجوح حتى المصرية. الزخم السياسي بالفعل أصبح له دور قوي عن طريق الأحزاب السياسية بتدشين حملات توعية قوية عن طريق شباب الحزب ونساء الحزب ورجال وسيدات الحزب، كلهم بيكون لهم دور من خلال يعني نشر وعي المشاركة في الانتخابات الرئاسية. ده شيء مهم جدا، وده يعني حق دستوري وواجب وطني، ولازم الكل يشارك في الانتخابات الرئاسية. احنا في الانتخابات الرئاسية في عام 2018 كانت نسبة المشاركة تقريبا 41%، ننتظر ان شاء الله المرة دي هتكون اكتر من كده، ممكن تتخطى 50% كمشاركة من القاعدة الانتخابية، وده بسبب ان بالفعل حصل زخم سياسي في الشارع المصري، حصل وعي كبير ما بين المجتمع المصري بسبب التعددية الموجودة ما بين المرشحين الرئاسيين، الانتماءات الحزبية المختلفة، المشاكل الكبيرة اللي بتواجه الدولة المصرية على المستوى السياسي والاقتصادي، الشأن الخارجي والداخلي للدولة المصرية. كل دي أمور هتجعل من الانتخابات الرئاسية عرس كبير بيشارك فيه جميع فئات المجتمع المصري، وبالفعل هم هنلاقي إن شاء الله في الانتخابات سواء اللي هتتم في الداخل من ابتداء من يوم 10 أو حتى الانتخابات في الخارج. احنا بنشوف دلوقتي الانتخابات في المصريين للخارج مشاركتهم مهمة جدا وفعالة، والحقيقة بتدل إن المواطن المصري بالفعل مشارك قوي في هذه العملية الانتخابية.
بيشارك في تقديم الانتخابات بعرس جميل امام العالم كله الديمقراطيه، وبالنسبه للعالم كله ان الشعب المصري دائما خلف القياده السياسيه وخلف مؤسسات الدوله المصريه وداعم قوي للدستور المصري، واحنا مستمرين في التنميه طبعا تمام مستدامه 2030 اللي بتهدف اليها الدوله المصريه. كل الشعب المصري موافق على ده ويوثق ده بحضوره في الانتخابات ومشاركته في الانتخابات الرئاسيه.